اكتر منتخب بحس انه شبه المنتخب المصري في كل الظروف اللي بيعيش فيها هو المنتخب التونسي. المنتخب التونسي شبه منتخب مصر جدا في الظروف اللي محيطه حوالينا، مدير فني الناس مش طايقاه ولا النقاد طايقينه، مدير فني عنده مشاكل كتير، في مشاكل في بعض اللعيبه، في مشاكل في الاصابات. يعني مثلا النهارده المنتخب التونسي اعلن رسميا اصابه القائد يوسف المساكني بالكوفيد، دي مشكله كبيره جدا بالنسبه للمنتخب التونسي. ليه بقى؟ لان المنتخب التونسي من يومين ثلاثه كان بيعاني في قصه الحارس فاروق مصطفى والصوره المخله اللي اتنشرت ليه. المنتخب التونسي قعد يبرر وفاروق مصطفى قعد يبرر، وبعد كده اكتشفنا ان الصور حقيقيه، وبعد كده اكتشفنا ان المنتخب التونسي عنده مشكله في موضوع حراسه المرمى، لان الكلام كله رايح على ان فاروق مصطفى هو اللي هيكون اساسي. فدي مصيبه سودا لوحدها اساسا، يعني مصيبه ان انت تروح تبدا فاروق مصطفى اساسي في كاس الامم الافريقيه. ليه؟ عشان مش ضربات جزاء كويس. طب كويس هنتمرن بقى؟ لا، ما احنا نزلنا نتمرن النور قطع. لا اله الا الله، لا اله الا الله في قلبك، مش كده بقى يعني؟ ده انت عديت كارلوس كروس بكتير والله يا عم منذر. لا 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 كده كتير والله بجد. اه موضوع معز حسين لسه شغال الحمد لله، يعني في ناس كتيره في الاعلام التونسي واضح ان هم شبهنا هنا في الاعلام المصري، واقفين مع الحارس بطريقه غير طبيعيه وبيبرروا ان الحارس ازاي مش موجود وازاي، ودي مفاجاه كبيره، ده واحد من عناصر وركائز الاساسيه. ما كنتش انا مصدق فكره ان في ناس زعلانه ان المعز حسان مش موجود في المنتخب التونسي، بس بصراحه بعد ما قريت كتير لا الموضوع طلع حقيقي بجد. في ناس كتيره بتطالب بوجود المعز، مش عارف ازاي وعلى اي اساس الله اعلم. يعني حتى اكبره منذ الكبار ان هو اعترف ان المعز واحد من ركائز الاساسيه. ركائز اساسيه مين يا جماعه؟ ركائز اساسيه مين يا جماعه؟ يا جماعه في ايه يا جماعه؟ انتوا واخدين كل المشاكل بتاعتنا وماشيين على نفس الطريق. لا الله لكم في عونكم والله، والله العظيم بجد الله لكم في عونكم على كل المشاكل اللي انتوا بتعيشوا فيها دي. يمكن من رحم المعاناه المنتخب التونسي يقدر يعمل حاجه، الكلام ده لسه قاله في منتخب مصر. يمكن ما حدش مرشحنا لاي حاجه، يمكن منتخب تونس يروح ياخد البطوله، اه والله يمكن بجد الله. انا عارف ان اغلب التوانسه مش متفائلين، بس ربك كبير، ربك كبير وقادر على كل شيء، والمعجزات خلاص يعني احنا بقينا بنامن ان احنا عايشين في زمن ممكن معجزات تحصل فيه. كانت اخر معجزه شفناها معجزه ليستر، بس ربك كبير برضه، يمكن المنتخب التونسي يقدر يرجع بالكان. ولو قلت لي المنتخب التونسي كبير وطبعا ممكن يرجع بالكان، فعايز اقول لك انك واضح انك بعيد على اخبار المنتخب التونسي خالص. المنتخب التونسي عنده مشاكل بقاله فتره طويله جدا، ففكره ان هو يروح ياخد كاس الامم الافريقيه دي حلم اساسا منذ الكبير ما يجرؤش ان هو يحلمه، بس ربك كبير وقادر على كل شيء. نتمنى كل الشفاء للاعيبه اللي عندهم الكوفيد في المنتخبات العربيه او الافريقيه المشاركه في كاس الامم الافريقيه، البطوله النحسه دي اللي مش عارفين هتمشي على خير ولا الدنيا بالنسبه لنا تكون عامله ازاي. نتمنى الشفاء للقائد يوسف المساكني، نتمنى يعمل هدوء والاستقرار في المنتخب التونسي زي المنتخب المصري، نتمنى لهم كل التوفيق. ولو الفيديو عجبك اتمنى لي التوفيق واعمل لايك او سبسكرايب. لو الفيديو ما عجبكش اعمل ديسلايك. بس في الحالتين لو قلت لي ما تتكلمش عن المنتخب التونسي، ذيس از ماي شانل، واعمل فيها اللي انا عايزه واهبط فيها زي ما انا عايز. معلش يعني من الاخر يعني.